بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: الأحاديث في صفة النبي صلى الله عليه وسلم. الأحاديث في صفة النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كسابسا تلمانتي النبي عليه الصلاة الله وسلامه يعني أبور كيسي. أخرج يعقوب بن سفيان الفسوي الحافظ إمام وين بن كنيها رضي الله تعالى عنه عن الحسن عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال حسن بايري أول كفاظ ما يدشئنا علي سألت خالي أبتغي بن ويديي هند بن أبي هالة أها هند بن أبي هالة وحاد شويل كان خديجة رضي الله تعالى عنها أبي هالها سينا أرد شيء والنبي كهري عليه السلام مركا هندقا يد فاضم وحقه يك ولين لابد بد خديجة أرد شيء مركا أبتبو يهي هند بن أبي هالة وكان هندهن وحوها وصافا نن وحت الماما وتلمانتا اد اوغو ديرين اد او تلمان في عنبو اها الى دات كان اسكو تلمان هين او اسكو وحو شيغن اسكو سي وحو تلمامن مركا نن وحوها وصافا اد وحو تلماما ايا وحمو ديمير حسن عن حليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه السلام تلمان تيسان ويديي عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكا ويديي وأنا حسن حوير أنا قونا أشتهي وحان دونيي أن يصف لي إنو إيه تلمامو منها تلمان النبي عليه السلام شيئا وح أتعلق به أن قبصدو أن حفظيو وحان دوني إنو نبي وحيقا تلمامو تلمان أن كدقو أن قبصدو وحساو لي هنا النبي عليه السلام وحور دنتي حسن أن أد وعقلي يسنن تلمان النبي جنا وح بدل مركع عن كحفدين ويا حسن وحور ده شيء تقريبا سنة كي لبعد مسكية صد حد هجرة النبي عليه السلام مركع كل النبي يقول أنت عليه السلام تبنجر وكيرا ولا تلفون بعد عيون ملين أن يصف منها شيء نتعلق به فقال وحير هنده وده هندهن قول النبي قو كسوكر عليه السلام ده خديجة بأهيد هو يدي فقال وحير هند بن أبي هالة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قو حواها فخما مدوين بوأها مفخما وآلو وينيو مركا فخما مركو ليها كما وضع حق الجدكة لكن شأن جيس النبي عليه السلام هي حالة ديس هي مقام كيس ومد آد أوين بوها مفخما دتكون آد أي أوينيان يتلألأ وجهه وجه النبي عليه السلام وإفتيم جري أو النور جري تلألأ القمر ليلة البدر ديح شنية طبنادة أما أفرية طبنادة سيد وإفتيم أي وجه النبي عليه السلام أي إفتيم جريب ويري مركا النبي بو سفين يا تلمان تيسي جريد أطول من المربوع مربوع قف كدحدحات كها ليرا هذا قف كدحدحات كها أي مربوع ليرا هذا مركا النبي إتال كيسو أطول من المربوع قف مربوعها أو دحدحاتها وكديرا وأقصر من المشذب مشذب نوحال إلى ذا وقفك آد أدر دير دي سوء زيادة تهي سيدة تمرتو أوكلا أبحا قفك قوك ويدنا يهي آد نأدر هذا مشذب رنجرين مركا قف آد أدر ديرتان دي زيادة أهنا وكقابنا النبي عليه السلام وأقصر من المشذب نكا مشذب كيدي حوق درنا وكقابنا عظيم الهامتي همدنا مدح عليه هذا مركب مدح النبي عليه السلام مدح وين بوها رجل الشعر
timaha nabiguna calayhi salaam rajil bay ahaayeen, rajilna timuhu markayna bis ahayn sida reer galbeedkan oo kale iyo mathalan ama gaalada timahooda oo kale dee bista ahaa ee marada oo kalena ma ahayn, timo adag sida afrikaankana mayna ahayn timaha nabigu calayhi salaam, ka dhexdhexaad bay ahayn, timo jilicsan laakiin dee xoog sida reer galbeedkan oo kale aan ahayn, sida afrikaankana aan ahayn bay ahaayeen timo dhexdhexaad ah. Rajil ash-sha'ri, timihiisu dhexdhexaadkaasay ahaayeen. In infaraqat caqiiqatu, caqiiqada waxaa la yidhahdaa waa timaha madaxa ku yaala. In infaraqat, hadday seexdaan, caqiiqatuhu timahiisa madaxa ku yaalay, faraqa wuu iska seexan jiray, yani timihiisa nabigu calayhi salaam haddii xaggaa danba ay u dhacaan ay iyaguna iskood u dhacaan intay dheeraadaan wuu iska seexan jiray. Waana islaamka bilowgiisii oo yahuudda saa u fidan jirtay, timaha xagga dambay ka rogu jireen. Marka nabigu calayhi salaam wuxuu jeclaa inuu waafaqo oo khayr buu ka sugayay inay bal raacaan, berigii dambena kolkuu arkay inuuna khayr ijaabo lahayn, timaha wuu kala rogay siday carabtu kala rogu jirtay. Marka in infaraqat, hadday seexdaan, caqiiqatuhu timihiisu hadday seexdaan, faraqa wuu seexin jiray. Wa ilaa haddii ayna timihiisu iskood u seexanin, fala muuna seexin jirin, yani muuna xaggaa dambe ka rogu jirin. Yujaawizu shacruhu, timaha nabigu waxay dhaafi jireen, shaxmata udunay, labadiisa dhagood dhag yartan, meesha yaree carjawda ahaa jilicdasan ayay timaha nabigu calayhi salaam way dhaafi jireen. Idaa huwa wafarahu, markuu timaha daayo, yani timaha markuu nabigu daayo dhararkoodu waxay gaadhi jireen dhagtan, meesha yaree carjawda ahaa jilicdasan dhagta ayay gaadhi jireen dharar ahaan. Yujaawizu shacruhu, timihiisu waxay gaadhi jireen, shaxmata udunay, labadiisa dhagood carjawda yara jilicsan. Idaa huwa wafarahu, markuu timaha daayo halkaasay gaadhi jireen. Azhara lawni, midabka nabigu calayhi salaam wuxuu ahaa azhar, yar ubax oo kale. Marka azharkuna waa caddaan iyo casaan markay isku jiraan, waana midabka ugu qurux badan. Azhara lawn, lawnkiisu iyo midabka jidhkiisu wuxuu ahaa azhar, caddaan casaan ku dheehan. Waasica aljabiin, jabiinka isna waxaa la yidhahdaa waa dhulkan ku xeerxeersan wejiga, intan dhafooradan iyo xaggan bidaartu ay ka timaada ee fooda iyo dhulka markaa sidaa ugu soo meegaaran ee ugu soo xeersan jabhada iyo wejiga waa jabiin la yidhaahdaa. Marka jabiinka nabiga calayhi salaam waasic buu ahaa, aada u ballaadhan, waasic aljabiin buu ballaadhnaa. Azajja alxawaajib, xawaajib dee waa xijibahan, xijibahan timahan dee ku yaala waxaa weeyaan laftan ka sarraysa indhaha, xawaajib la yidhaahdaa. Azajjana waxay ka dhigan tahay way soo qalloocnaayeen, oo say u qalloocnaayeen yani timo badanna ma lahayn, laakiin intay halka xiribta yar ka soo bilaabmeen ayaa waxay kusoo dhawaayeen xaggan ishu ay ku dhammaatay ee xagga dhafoorka, ayuu marka sidaas sida qaansadii oo kale ayaysaa usoo rognaayeen. Marka azaj waa wixii sida qaansada usoo rogan, ama sida xarafkan carabiga ee nuunka la yidhaahdo oo kale ayay xiribihiisu ahaayeen, oo xaggaas isha yar markay ka soo bilaabmaan halka dambe ee isha xaggeeda dambe xagga dhafoorka xigta ayay agteeda gaadhi jireen. Marka azaj saasay usoo gudnaayeen, ama sida qaansada oo kale ahaayeen, ama sida xarafka nuunka oo kale xiribihiisu ahaayeen. Yani xawaajibtan maxaa la yidhahdaa soomaaliga, xijibo un soomaaliguna xiribuhu waa kuwan kale, xiribuhu malaha waa kuwan indhaha ku yaal, waa xawaajib ma leedaa sama kelimada carabiga azajja alxawaajib. Marka xawaajibtu waa timaan xaribaha maaha indhaha ku yaala, ee waa kuwan lafta sare ku yaala. Azajja alxawaajib, marka xawaajibtiisu saasay usoo qalloocnaayeen usoo gudnaayeen. Sawaabiqa haddana laakiin way buuxeen buu kuleeyahay, oo buuxitaankan uu sheegay timahooda badnaa ma aha, laakiin way isku sinaayeen sida qalin qof la mariyo oo kale buu ahaa. Sawaabiqa way buuxeen,
في غير قرن إيضا أين إسقابانين لبدي حجبوت يعني حجبها عند حجبتن إيش بدي حذكت ما داي إياد حجبها عن كلاي كي ما داي مديكتو ماينا إسقابين هينين من غير قرن ماينا إسقورا قورين هينين لكن ويسكسور دوانجرين مركا قارك القوف كالنبي كي يراها دير قولكو وليبا السفر كجراء وقالو باركو آد وجيسو عقودعو قف كان آدو أركينين وحمودة يينا يحجبه سو إسهيان إلا بدأ يحجبه دي سو قارين لكن هل كان حكو إليها في غير قرنين اسم سو قارين لكن أمو معبد وحيادو كتل ما أنت يينا يسو قارين وإن نبقى مكا السفر نووها إذا قف دو مروه كدير نوايا أهيد لكن حقيقة أهان نبقى عليه السلام حجبه سو اسم قبن هين لبدي حجبود حقا دي عندها يحق سنقرار كسنك من إسك سو قاري جيرين أزج الحواجب حواجب تيسو أزج بيهايين سيدا حرف كانون كاما سيدا قان سيدا أسو قلوعة سوابق وبحبوحة في غير قرن إيقعون لكن إسقبن هين بينهما نبي عليه السلام لبدي سحجبود لبدي سعندود وحاود حي عرق حدد بكلها حيث كاسو يدره ودقاجيو أما أبوحيو الغضب عرضو أمر كن نبي عرض عليه السلام حيث كاس لبدا حجبت ودحي كي يلبا دقاق جري بينهما عرق لبدا حجبت وحاود حي عرق حيث كاسو يدره أبوحي جري أما دقاق جري الغضب أقنى العرنين أقنى يعني كل وود يا ربي كده جنتاي العرنين واسن قرارك مركز سنك النبي عليه السلام سن دير بوها أقنا كرب أتاجنا وود يا را العرنين سن كيسو له عرنين كان النبي إيه سن كان النبي نور النور بكجري علوه فنور با سارنا سنك النبي عليه السلام يحسبه وحمود يمن أحد لم يتأمله أن أذق في رسن سنك النبي أشم سن اسكت سمن او اسكت تاغن بمودي لكن سن كان النبي عليه السلام حقا هره جليع سنه وكهوس بو يره يالي حلك دمنا هوس بو يال حلك دخدان كور بو سو كعسنا لكن قفكه كدير اشم اشم وسنك اسكو يال ون سده قريغي ايو موديي مركا وقفكي كدير با سام مودي لكن سام اهين اقن العرنين سن كان النبي عليه السلام كور بو تاغنا يعني هل كان لفتها سكر أتاقنيد له سنكي سنور باكو سقنا يعلوه سارنا يحسبه من وحمود يقف كلم يتأمله أن أفير سنين أشم شن تاقن أو دي اسكو توسن أون ها اسكو يالا ها اسكو ها ها جرجر أضوها كث اللحية قد وين بو النبي عليه السلام يعني قد ديرنا ما أهين لكن قد ايتم كب وحنبو اه النبي عليه السلام كث اللحيه قد وين بولها ادعج النبي عليه الصلاه الله والسلام ان به سو ادعج بيهان ادعج حال يرى هذا ان كان مدو وحن مدو ده ايش لو اركو مدوغه ايش اد بو مدوبا عدان كان كلي ده مدوغه كو خير خير سنين اد بو عدا مركو ان دو مركو قروح بدن يهن عدان كان دو نو خوق بي وعداين مدوغه كو يلاينا aad bu umadoo ba marka qofka inan ka madaw iyo bartan madawada wax lagu arkay indhaha ku taalay xoog markay umadawdahay adaanka ku meegaareenina uu aad u cad yahay bal ila indhaha noocaas ah adaj marka indhaha nabigu adaj kaas ayayn sahal al khaddayn nabiga kaleeyhi salaam labadiisa dhaban yaani waxay ahaayeen dhabanno sahal aha on hilib badan oo saarnayn sahal al khaddayn ضليع الفم أفك النبي عليه السلام جده جوسه هي أفكي سو أفق روح بدن أو بلادن بوها كف ضليع وأفك جده هك بلادن بلادن ده سنمرك وحكي كتو سيسا فصاح هذا قفك مركو أفير يهي فصاح ساسا هملي النبي عليه السلام أفكي سو جده أد بوك بل يو بلادنا أو ضليع بوها يعني واسع الفم أفكي سو واسع النبي عليه السلام أشنب إلكيه سنة الكعد عد بيهين نركا أشنب وإلكا حوق عدد أشنب إلكيه سوى عد عدين مفلج الأسنان
ilkihiisuna iskuma dhejisnayne waxaa u dhexaysay khayd khayd yar fantaxyaa uu kala lahaa nabigu calayhi salaam yaa markaa ilkihiisa dhammaan macalmiciyaha ilaa gawsaha way yar kala durdurugsanaayeen oo isma ayna haynin mufallaj alasnaan ilkihiisa way kala baxbaxsanaayeen oo furjooyin iyo suryooyin yar baa u dhexdhexeeyey daqiiqa almasruba masruba waa timahan laabta ka soo baxa marka timo yar yar ayaa halkaa laabta kaga yaalay halkay kaga yaalayna isagaa sii sheegi doona ka anna cunuqahu waxaad moodaa qoortiisa nabiga calayhi salaam jiidu dumyatin fii safaa'i alfidda ka anna cunuqahu qoortiisa waxaad moodaysa nabiga jiidu cunuq jiidu waa qoorta dumyana waa caagin caruurta ku ciyaaran waxyaalahan caruurta ku ciyaaran xoogde u casi u dhaldhalaalaya marka wuxuu leeyahy qoorta nabiga qoorta nabiga calayhi salaam waxaad moodaysay qoorta caaga aha fii safaa'i alfidda xagga safaaga iyo xagga nuurka iyo xagga dhalaalka waxaad moodaysay qoortaas dumyada iyo caaga caruurta ku ciyaaran xagga dhalaalka iyo quruxda iyo casaanka muctadil alkhalqi nabiga abuurkiisu calayhi salaam abuur wuxuu ahaa dhexdhexaad ah oo khalqigiisa iyo abuurkiisu dee nin buuranna ma ahayn nin dhuubanna ma ahayn nin dheerna ma ahayn nin gaabanna ma ahayn laakiin dhexdhexaad buu ahaa calayhi salaam baadinun min albadn bay ku tiri min albadan marka nabigu calayhi salaam qof baad itaala buu ahaa yaani baadin badankiisu uu buuxo jidhkiisu marka baadin waa qof jidhkiisu uu buuxa buu ahaa laakiin buuxitaan xadka dhaafay ma ahayna muxuu yidhi mutamaasikun laakiin waa buuxid ishaysa oo dee buuxid xadka dhaaftay ma ahayn sawaa'u lbatni waalsadri nabiga laabtiisa iyo calooshiisuna way sinaayeen yaani laabtiisan iyo calooshiisu way sinaayeen oo bimaanaa calooshiisu deteenna oo kale calool soo baxsan ma ahayn ee laabtiisa calayhi salaam iyo calooshiisu way sinaayeen sawaa'u lbatni waalsadri laabta iyo calooshu way sinaayeen cariidu sadri laabtiisa nabiga calayhi salaam laab ballaadhan bay ahayd bucaydu maa bayna almankibayn labadiisa garab garabkan iyo garabka kalena way kala fogaayeen wade laabta hadday ballaadhantahay garbihin way kala fogaanayaan dee bucaydu maa bayna almankibayn labadiisa garab way kala fogaayeen buu yidhi dakhmu lkaraadiis karaadiis waxaa la yidhahda waa xubnaha xubnahan waa labadan xusul jilbaha nabiga calayhi salaam bawdiyihiisa mar xubnaha nabigu calayhi salaam xubno waaweyn oo buuxbuuxa bay ahaayeen dakhmu lkaraadiis acdaadiisa iyo xubnihiisu xubno buuxbuuxo oo waaweyn bay ahaayeen anwaru lmutajaradi mutajarad waa suubaanka suubaana de waa jidhku markuna timaha una lahayn marka jidhkiisu nabiga calayhi salaam mutajarad suubaan anwaru nuurle oo dhalaalaya buu ahaa mawsuulu maa bayna allabati waalsura mawsuulu ma wuxuu ku xidhiidhsanaa maa bayna labati halkaa dhuunta aha iyo wasurati xundhurtiisa ama xuduntiisu bishacrin timay ku xidhiidhsanaayeen yajrii socda kalkhati sida khadka oo kale ama qalinka ama xadhigga oo kale ayaa markaa ku xidhiidhsana halkaa dhuunta iyo xudunta nabiga calayhi salaam waana timihii daqiiqa ah unoo soo sheegay dhuunta de waa halkan halkan cunaha iyo laabta iska galaan saa u duleesha halkaasa labba la yidhaahdaa marka timo dhuuban ood khad muddo jidhka kale aan gaadhaynin ayaa halkaa dhuunta hoosteeda nabiga calayhi salaam sidaa uga baxay waddadaa yarna way sii qaadeen waxay markaa ku joogsadeen timahaasi halkaa xudunta nabiga salawaatullaahi wasalaamuhu calayh mawsuulu maa bayna labati wasura surada oo xundhunta aha iyo labada oo halkaa dhuunta aha waxaa isku xidhayay buu yidhi bishacrin timo yajrii sidaa u dureeray kalkhati sida khadkii oo kale marka timahaasaa halkaasaa isugu hayay caari thadiyayn
labadiisa naaso nabiga calayhi salaam naaskan iyo naaskiisa kale way qaawanaayeen caadi thadiyeyni walbatni mima siwa dalik mima siwa dalik waxa kadoo timi yaray kuu soo sheegay halkaa dhuunta iyo isku xidhay iyo xudunta kolka laga yimaado nabigiisa calooshiisa kale iyo naasihiisuba timo way ka qaawanaayeen caadi thadiyeyni walbatni mima siwa dalik أشعر الذراعين ذراع وحصول لها النبي عليه السلام يجت ميلهاين أشعر الذراعين مركز الذراعين كان يلا بدي سحصل يا والمنكبين لبدي سجرب يا وأعالي الصدر اللي أبت حق هذا كورة صدح ذا ميلو تماك بو حيجا ولا بدي سحصل يا اللي بدي جرب يا اللي أبت حق سرعة حقا صراحة حقا قرب كسوي حكت انت تما كبو حي اشعر الذراعين لبدي سو حصل تما كويا لي بدن ولبا يا والمنكبين لبدي سو قرب يا وعالي الصدري لابت حق يا دكر قرب كحكت انت تما يد كبو حي انت لكن هو سما لاهين سو شيغي طويل الزندين زندي وحال يرا هذا ولفتن هلكنا اسكا قبتان غعنتن هرتم حال لا انتن ya dudunkan iyo halkan maxaan ku raadaa xusulkan laftan markay soo dhamaato iyo halkan kafkan ay iska qabtaan ba zandi la yiraahdaa intan waa halkan laftaas iyo lafta kale ya kala goyskan kala goynaya maxaan ku raadaa laftan de halkan maxaan ku raadaa xusulka kolku soo dhamaado iyo halkan ay gacantan cukurku iska qabtaan lafta isku qabata zandi la yiraahdaa marka zandeenkan ku sheegay waa laftan ku soo dhamaato faryarada iyo laftan kale ku dhamaato maxay sulka taasna labada lafood laba fi way waaweynada waa xubnihii waaweynaan bay ka mid ahayn soo sheegay tawilu zandayn labada lafood waa laftan ku dhamaad xusulka kulku soo dhamaado ee faryarada geeskan ku dhamaada iyo geeskan kale ee sulka ka dhamaada sulka ku dhamaada labadaasina way waaweynaayeen tawilu zandayn rahbu raha nabiga calayhi salaam raaxadiisan iyo baabacadiisu way ballaaneed baabaca ballaadhan buu nabigu lahaa calayhi salaam sabtul qasab qasab waxaa la yidhaahdaa waa xubnahan xubin kasta oo dhuux leh xubin kasta oo dhuux leh sida qasabadii oo kale dee oo duleesha waa sida xusuladan sida xooggan hoose oo kale bawdiya adigu xubin kasta oo duleesha oo dhuux leh way dheerayd سبط القصب قصب كان نبي يا حبناهن دير روح عليه ويدار ديراين او تي ام بلا متاهي ضخم الكراديستي سبط القصب حبناهن قصب كلو يقن دي قصبده هو كلا اها اي دوليله اي دوخا كجرا سبط بي اهاين ويدار ديراين قال شذن الكفين بو يري لبدي سن كف انتو ربا بعضو مركرو كو سوشي لكن كف كو اوردن عكر كو اوردن een way waaweynaan yani cadiimul kaffayn labadiisan gacmood ee hore macal faraha waxaan oo dhanay macal baabacada isla socday way waaweynaayeen waa dakhmul karadisiyun qaal wuxuu yiri shadnul kaffayn wal qadamayn iyo lugihiisan hoose waa lugahan hoose ilaa quraanta ilaa dhulkaas iyaguna way waaweynaan yani shadnul kaffayn bimaana cadiimul kaffayn wal qadamayn سائل الأطراف نبي عليه السلام أطراف تيسن حبنه سن أطراف المركة واللغه وقعمه نبي عليه السلام أطراف تيسن لنا عيديسو سائل بي أهيون وي جيتنين نبي حبنك لبح بحسن بولها عليه السلام قف يعني الاسكوع يبي أو الاسكوع العليا اسكو مال ملاسن مناهين قف ملاسن نبي مناهين عليه السلام لكن أطراف تيسو وحو يري سائل بيا هايان كلبح بحسن مركو حبنا كلبح بحسن أو كلا جي جيدن أيو لها خمسان الأخمسين أخمس وحالي رضا وماشن قول مجادة اللي يري هذو لكن عربتا إيو ماشن كرا يقول كلا سارو انت يرى قول حسين قول كجادين قول مجادة اللي يري هذو كربي أكاسانيت خمسان الأخمسين لبدي سا أخمس ee dhul magaadadu korbay u taagnayd masiixul qadamayni labadiisa lugoodna masiix bay ahaayeen oo suubaan bay ahaayeen masiixul qadamayn labadiisa lugood suubaan bay ahaayeen
ينبو وحامري عنهما لبديس لغود الماء بيه او خوريده لوغو سوبانه هي مركه مركه بيها لوغو شوبو بي مركه دا وي كدعيين لوغو دي اما سفن له اما ما حنقول عبد الله عسن اما يتيمك بوحان ما اهين لوغو سوبان هو لها عليه السلام مسيح القدمين لبديس لغود waxay ahaayeen سوبان ام لسها او لينه جلعسن ينبو عنهما الماء بيهن وي دافين اذا زال مركو لوقتا قادو او طلاب سدنا زال قلعا يعني قلعا مرتفع طلاب كر او النبي قادي جل عليه السلام مركو طلاب سديد زال قلعا طلاب دير بو قادي عليه السلام يخطو او طلاب سن جير النبي عليه السلام اما وسعون جيري تكفؤا وتكفؤ وسعود كهريداسا يعني النبي حقا ميدغنا وما وي عن جيري بدخنا وما ليلي عن جيري قفشه ددكن حرقوده او كلي اما ددكن كبير كلو شيكولا سيدوده لكن سي تكفؤ هو هر هر اها ايو اوتل اسعون جيري يمش يخطو وتلابسن جيري وسعون جيري تكفؤا سي هري هري اه او ويمشي وسعون جيرين هاونن سي دغن يعني طلابدا دهر ماها طلابدا اورد او كجيرو او ير حيراني ماي كموقتين لكن وسعود هاونن لبير oo sahalaha laakiin hadana talaabada waxaad moodaysaa nabiga inuu dhulka loo soo gaabinayo asagoo caadi ahaan isaga talaabsan ayaa hadana saxaabadu kabuhu ka googo jireen laakiin socod caadi ahaan buu socon jiray laakiin talaabada dheerna uu qaadi jiray caadi ahaan waa talaaba iska caadi aha laakiin aad moodaysaa dhulka inuu nabiga kaleeyhi salaam loo soo koobayay dhari'ul mashya dhari'ul mashyati mashyadiisa iyo socodkiisuna sariic buu nabiga kaleeyhi salaam سريع المشية سعود كيس دق دق بوها أو ضد كده ويكون ده بدال الجيران هذا هو دق ده لكن حيران ما ينكم مقنن أو هون تورا يكون ده هانتاي إذا مشى مركو سعود النبي عليه السلام كأنما واحد موديسي ينحط إنه كسو ده دق يو من سبب ملتاج قف ملتاج مركو كسو ده دع يو soo dug 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 taas oo kala u soo socdo si soo soo sin meel taag ah qof ka soo dhaadhacaya soo u socdo u socon jiray idaa masha ka annama yanhatu min sababin meel sababaha oo taag ah inuu ka soo daadagayaad moodaysay iyadoo wali ma kuna dheehantay hawninta horeen soo dhaafnay wa idha iltafat marku nabigu daymoon haya alayhi salaam oo qof la hadlayo iltafata jami'an gabigi ba daymoon jiray oo nabigu calayhi salaam dee dadkan indhaha un kala socdo dadka ma ahayn qolku wax daymoon hayo macallaabtiisa macalqaarkiisa hore wuu weecan jiray calayhi salaam khaafidu tarfi indhihiisuna inta badan nabigu calayhi salaam qaadul basar buu ahaa khaafidu tarf tarf marka waa indhihiisu inta badan qaadul basar buu ahaa nadaruhu ila alardi khaafidu tarfi buu ku sii fasirayaa marka wuxuu yiri nadaruhu ila alardi انتو دولك ايغيي اطول من نظره الى السماء ويكبض انت انتو عرك ايغيي انتو دولك ايغيي با بدنيد وحونو فسريا خافض طرفيغاس جل نظره نبيغ عليه السلام ايغمديس انت اوبدني الملاحظة ملعسبا يهي ملاحظة مركا ملعسبا دواقفكي ايغمد النبيغ انت اوبدن عليه السلام وادايمود ملاحظة واير دايمود اوكري اما وافيرو waxaan meel ka qoray dhamulaahada oo kale khaasa marka mulaahadadu waa daymo ama waa fiiro aan aad u sii marka indhihiisa jul qaafada tarfum bisi fasiraya indha taagtaagan oo kala xaga eegay kala xaga eegay waxa ka dambeeyay waxa ka horeeyay la wada socdo ma ahayn julu nadari aragisa inta u badan al mulaahadu fiiray ahayd ama daymo ama milisi yasuqu ashaabahum ashaabtiisana wuu ka xayn jiray nabigu calayhi salaam oo wuxuu ka wada sida dad xoolaha loo raaco oo qofka dad xoolaha la joogay ugu dambeeyo si neefka haray iyo neefka taagta daran iyo neefka ugu xoolaha uga warhayo ayuu saxaabadiisa nabiga uga warhayn jiray marka way ka horeen jireen oo u dambeyn jiray si uu xaaladooda ula socdo wa hada min kamali rahmatihi alayhi salam wayabdu nabigu ku bilaabi jiray man ويبدو كوب الله بجري من أحد لقيه لكل ما بالسلام وسيدة عادي هذا قفك دي يمادي هي نضلك السلام لكن نبقى عليه السلام أساقى كوب الله بجري قفك أي مادة أساقى سلامة كوب الله بجري
هذا وصفه الخلق عليه السلام ووصف جيسي ظاهر كأها وصف جيسي كلنا إن شاء الله تعالى بلهم من دمان أركضونا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.